السلام عليكم. احنا اليوم كنتواجدوا في منتزع كروكو بارك. هذا المنتزع اللي كيتكون بزاف ديال الفضاءات، وبالضبط كنتواجدوا في فضاء ديال السلاحف، ومعانا نبيل العاملين ديال هذا الفضاء. تكلم لينا شويه على هذا الفضاء ديال السلاحف. اولا مرحبا بكم في حديقه التماسيح، اول حديقه للتماسيح بالمغرب اللي كتقوم بتربيه ما يزيد عن 300 تمساح اللي هما تماسيح النيل. وانتم معنا اليوم في فضاء السلاحف، السلحفة السلكاتة اللي كتعد من ثالث أضخم سلاحف العالم. وعندنا ليزيغوان اللي هي واحد النوع ديال السحليات اللي تم الاستقطاب ديالها من السلفادور، واحد المزرعة في السلفادور كتقوم بتربية هذا النوع ديال السحالي. من بعد الافتتاح اللي تبارك الله كان افتتاح جد ضخم، اشنو هما الفضاءات اللي تزادوا من بعد التماسيح؟ من بعد الافتتاح في 2015 تزادوا بزاف ديال الفضاءات، اخرهم اللي كان تقريبا واحد 3 شهور هادي كان فضاء ديال لويس تيتي، هما بعد القرده اللي كيكونوا في البرازيل، تم الاستقطاب ديالهم هنايا. وكذلك مغاره الثعابين اللي فيها الاناكوندات والبيتون. قرب المشاهدين اكثر على فضاء ديال القرده والثعابين. بالنسبه لفضاء الثعابين، في جوج ديال الانواع ديال اكبر الثعابين في العالم، البيتون والاناكوندا الخضراء عندنا هنا في كروكو بارك. وبالنسبه للقرده عندنا الويستيتي واحد النوع صغير ديال القرده كيعيش في البرازيل. وحنا الان كنتواجدوا كما كتشوفوا عبر الشكل ديال الباب، حنا في فضاء ديال الاناكوندا. دونك نخليو المشاهدين يتعرفوا على هذا الفضاء هذا عبر صور في هذا الفضاء. من بعد ما زرنا مجموعة من الفضاءات، الآن في آخر فضاء في هذا المنتزع هو فضاء القرادة. تكلم لينا على هذا الفضاء هذا. السلام عليكم، مرحبا بكم. انا المرشد اللي حصل المصبر في هذه الحديقه ديال التماسيح. هو هذا اخر فضاء اللي دفناه لا كوليكسيون ديال لي زانيمو اللي عندنا، وهو الفضاء ديال القرده ذو الخصله البيضاء اولا ذو الفرشه البيضاء، اون غيزون ديال واحد لاتوف ديال الشعر اللي كيخرج لهم بيض من مورا الودنين ديالهم. هاد القرده هما تزادوا في واحد البارك هنا في المغرب، ولكن بالاصل ديالهم هما من البرازيل دون البارتور دو ريو دي جانيرو. كيوصل الطول ديالهم 33 سنتيمتر، والوزن ديالهم ما بين 300 و 400 غرام. نورمالمون في الاول جبنا واحد لو كوبل، واحد لو بيبي ديال 6 مو تقريبا، ودابا تزادوا عندنا هنا واحد 3 سيمانات هذه ولا تقريبا 1 مو، تزادوا دو بيبي اخرين. لا بارتيكولاريتي ديال هاد القرده اولا ديال هاد لويستيتي هو ان لا فاميل ديالهم تقدر تولد جوج مرات في العام. شحال تقريبا ديال عدد القرده اللي كاينين في هذا الفضاء؟ دابا اون توتال كاينين 5 ديال القرده، نورمالمون جبنا 3 وتزادوا عندنا 2، هي سكيفي 5.